إنجاز الطرقات بخرسانة إسمنتية محور يوم دراسي نظمه الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، خطوة تستهدف وضع مخطط لكيفية استغلال الفائض المسجل في الإسمنت، مادة ينتظر أن تنتج الجزائر 40 مليون طن آفاق 2020، ويطمح الفاعلون لتصدير 6 ملايين طن منها. الكاباسيتي نومينال 32 مليون طن سنويا. في غضون 2020 هناك مصانع جديدة راح تدخل في الإنتاج، راح نصبح أكثر من 40 مليون طن سنويا من الإسمنت. الطلب هو في حدود 24-25 مليون طن، يعني بعد نشوف الفارق الكبير نلقاو راحتنا أكثر من 10 ولا 15 مليون طن، بين 10 و15 مليون طن تاع فائض إسمنت. لازم هذا الفائض تاع الإسمنت نشوفه وين نفوضوه. استخدام الإسمنت في بناء الطرق كخيار تقني مكمل للتقنية الكلاسيكية يتطلب أيضاً دراسات معمقة من ناحية المبررات الاقتصادية وتلك المتعلقة بسلامة مستعمليها. لذا سيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الملف الذي أضحى اليوم حتمية في ظل وجود فائض من مادة الإسمنت وجب استغلاله. مبدئياً تكون التكلفة عالية نوعا ما على الكلاسيكي، ولكن على المدى المتوسط ومدى الطويل على بمشكل الصيانة كي تشوفي في المدى الأولي ترجع لنا أقل تكلفة. نبدأ بالدراسات قبل ومن بعد باش نلحقوا للإنجاز. هذا اللجنة رايحة تستفاد من جميع لي ديفيرونت رومارك اللي نداروا هنايا اليوم باش راحت هي تعطي الاعمال تاعها. سي المومون دو ريفليشير، سي المومون دو شانجي دو باراديغم، سي المومون دالي فير لافون. جو كوا لي شوز سون بيان باسي ا مون افي. Je suis rassuré sur ce qu'il va y avoir une suite, puisqu'on a parlé de la mise en place d'une commission, de la mise en place d'un certain travail, mais ce n'est pas du jour au lendemain. وتشير دراسات أولية أجراها خبراء بشأن التوجه لبناء طرق خرسانية إسمنتية في الجزائر إلى وجود فرصة اقتصادية للحد من استيراد مادة الزفت لبناء وإنجاز طرق لا تعد صديقة للبيئة.